السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة المتابعون المشاهدون أعضاء المجموعة المقرون تشاهدون الآن خط حروف المستقبل، أجزاء كبيرة منه ها هو أمام الشاشة، من حروف المستقبل وحتى رأس حميدة. سنذهب بكم الآن في مسار واحد، في مشهد واحد. هذا هو حروف المستقبل. طبعا المسافة بعيدة بعيدة جدا جدا جدا. انتم تلاحظون الخط يعني يبان انه صغير، وهو ساعة تمشي القاطرة، تنتن القاطر بالراحة. هذا هو بيت البرعوم الذي هو في السيلة اهو. طبعا هنا قالوا بيقع جسر بالسيلة وسيذهب الخط عرض هذه التبة من غير السيلة ويلتقي مع هذا الخط، مع هذا الخط. نبعد الصورة عسى تكون واضحة. شوف هذا هو نهاية حرف المستقبل، وسيمر الخط في عرض هذا الجبل فوق السيلة ويرتبط مع هذا سفال حميدة، وها هو مشي كذا والتف على هذه وطلع ذا هنا، وهذا بداية الخط المسار الجديد الذي هو في الرمل الذهبي في التربة الذهبية. هذا هو، هذا هو المنعطف، وهذه هي الدريكتال هناك. نواصل. طبعا بعض الخط مش واضح امام الشاشة لاني معتلي جبل شاهق عملاق. هذه هي حجرة ريمة، وهذا هو الرون الذي جنب حجرة ريمة، وهنا الان العمل يسير. هنا الدريكتل، الآن الدريكتل، هذه التبة، هذه الصخرة اللي أمامي، الجبل هو جبل، هو الفاصل بيننا وبين المعدات. المهم هنا رأس حميدة. تكون إن شاء الله الصورة واضحة. نكتفي بثلاث دقائق. تحياتي لكم.